تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا وإلى عناوينها. ميناء المكلا يستقبل الدفعة الثانية من المنحة السعودية. تدشين دورة فن النحت على الخشب والجبس لذوي الاحتياجات الخاصة بالمكلا. الأمن والنخبة الحضرمية يداهمان أوكار خلايا إرهابية، والحصيلة ضبط أسلحة ومتفجرات. دروع الدعم والإسناد تستعرض قواتها في المرحلة التدريبية الثانية. القوات المشتركة تتلف كميات كبيرة من الصواعق المتفجرة كانت في طريقها للحوثيين. أهلا بكم بقى. ترأس وكيل حضرموت لشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق بالمكلا اجتماعا ضم قيادتي فرع شركة النفط والمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، وبحضور مدير البرنامج السعودي السيد عبد الله با سليمان. وناقش اللقاء سبل تحسين خدمة التيار الكهربائي بالمحافظة وتوحيد الجهود لتعزيز وضع توليد الطاقة الكهربائية والدعم المقدم من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي من خلال منحة المشتقات النفطية. وأشار الوكيل بارزيق إلى أن منحة المشتقات السعودية ستخفف عن أعباء السلطة المحلية تكاليف المحروقات، موضحا أن قيادة السلطة أعطت توجيهات للجهات المعنية بالعمل وفقا لاشتراطات منحة المشتقات والاستفادة من المنحة من خلال تحسين خدمة التيار الكهربائي للمواطنين. هذا وجرى في ختام تكريم البرنامج السعودي نظير المنحة النفطية السعودية المقدمة لحضرموت. رست بميناء المكلا باخرة المنحة السعودية التي تحمل على متنها أكثر من 15,000 طن مكعب من مادة المازوت المقدمة للمحافظات المحررة كدفعة ثانية بعد الدفعة الأولى التي وصلت للعاصمة عدن في مايو الماضي. التفاصيل في هذا التقرير. دفعة ثانية من المنحة السعودية تحط رحالها على رصيف ميناء المكلا بعد أن سبقتها الباخرة الأولى في العاصمة عدن مطلع الشهر الماضي. أطنان المازوت التي حملتها الباخرة المقدمة من السعودية يتوقع أن تسد حاجة نحو 80 محطة كهربائية، وتقدر حمولتها بحوالي 15,000 طن مكعب من مادة المازوت. التدشين الرسمي لوصول المنحة كان بمستوى الحدث في ظل ظروف صعبة تمر بها المكلا على مستوى نقص الكميات المشغلة لمحطات الكهرباء. إن منحة المشتقات النفطية السعودية بمبلغ 422 مليون دولار لعام كامل ما هي إلا امتداد للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية. الانفراجة المرجوة في قطاع الطاقة تعتمد بشكل أساسي على كيفية إدارة مادة المازوت وتوزيعها بشكل يضمن بقاء استمرار التيار الكهربائي خلال الفترات القادمة، وخصوصا مع أجواء الطقس الحارة. ندشن في هذه اليوم منحة استلام المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء المقدمة من المملكة العربية السعودية، والتي تأتي في إطار برنامج السعودي للتنمية والإعمار. نهني أهل حضرموت بوصول الدفعة الثانية من المنحة المشتقات النفطية باخرة مازوت سعة 15,000 طن، وإن شاء الله غدا سوف تصل باخرة أخرى ديزل بسعة 8,000 طن، وهذه سوف تساهم إن شاء الله في حل المشكلة الأولى الخاصة بالكهرباء الخاصة بإدارة التوليد وهي توفر المشتقات النفطية. لحظة وصول الكميات المخصصة من المازوت لميناء المكلا باشرت القطاعات المشرفة في الميناء على تفريغ الشحنة الواصلة والتي تأتي كجزء ثاني من إجمالي الدعم السعودي المقدر ب 422 مليون دولار لمدة عام فقط. كدفعة ثانية من المنحة السعودية، ها هي الباخرة الثانية ترسو بميناء المكلا في وقت تبدو فيه محطات الكهرباء في أمس الحاجة للمشتقات النفطية. قناة المكلا باسل بامعس. دشن المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبد الباقي الحوثري دورة فن النحت على الخشب والجبس
ضمن برنامج الحياة عمل بنسخته العاشرة. تستهدف الدورة التي تستمر لمدة 32 يوم تستهدف 15 متدرب من ذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكمة، حيث تهدف إلى إكسابهم معرفة ومهنة والعمل على المساهمة الفاعلة في تطوير خدماتهم الأساسية وتمكينهم مهنيا وفنيا. ودعا الحوثري بالاهتمام والتركيز على هذا البرنامج ليكون له مردود إيجابي وعملي، وضرورة تطوير ومواكبة سوق العمل والاستمرارية في الابتكار والإبداع. أجريت قرعة اختيار أرقام أراضي موظفي وعمال مؤسسة موانئ البحر العربي بالمكلا في الموقع الجديد المتفق عليه بين السلطة المحلية بحضرموت ومكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة وقيادة مؤسسة موانئ البحر العربي. وقد ساد التوافق والقبول والتفاهم بين الحاضرين بنتائج القرعة في الموقع الجديد الذي تم تحديده في منطقة الغليلة بمدينة المكلا، واضعين ثقتهم في قيادة المؤسسة بمتابعة واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لضمان حصول كل موظف على قطعة أرض. وأعرب الموظفون عن ارتياحهم لحل مشكلة الأراضي الشائكة منذ 5 سنوات، رافضين إغلاق الميناء كونه منفذ دولة سيادي يحق لأحد إغلاقه لارتباطه بحركة البواخر والملاحة العالمية. نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بحضرموت بتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبة والرقابة الدورة التدريبية في مجال الرقابة الداخلية مكاتب فروع الوزارات والهيئات والمؤسسات بالمكلا. وتناولت الدورة التي شارك فيها 20 متدرب مفهوم الرقابة الداخلية وأنواعها وأهميتها في عمل مكاتب فروع الوزارات والهيئات والمؤسسات، وما تشمله من خطة تنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة في العمل بهدف حماية أصوله وضبط ومراجعة البيانات المحاسبية فيه. كما تطرقت الدورة إلى أساسيات نظام الرقابة الداخلية ووظائفها، وكذا أهمية قيامها بدور المشرف على العمل. ضبطت الأجهزة الأمنية وقوات النخبة الحضرمية كميات ضخمة من الأسلحة والمتفجرات بعد مداهمة 5 أوكال لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية غيلبة وزير شرقي المكلا. ونفذت الأجهزة الأمنية مسنودة بقوات النخبة عملية نوعية فجر الثلاثاء استهدفت 3 منازل مهجورة ومزرعتين كان يتخذها التنظيم مخبأ لعناصره. الحرب على الإرهاب لا تتوقف، فمنذ تحرير ساحل حضرموت والعناصر الإرهابية تحاول الانتقام لهزائمها أمام الأجهزة الأمنية وقوات النخبة الحضرمية التي وأدت كل المشاريع التخريبية في ساحل حضرموت. حتمية المصير جرت عناصر تنظيم القاعدة للانكشاف والانكسار مرة تلو الأخرى بعد مداهمة 5 أوكار لخلايا إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة في مديرية غيلبة وزير شرقي المكلا. مداهمة كانت مع ساعات بزوغ الفجر الأولى التي انقضت فيها الأجهزة الأمنية والنخبة الحضرمية على المواقع المهجورة التي كانت مخبأ للأسلحة والمتفجرات. شعارات كهذه التي أثخنت بها جدران المنازل تؤكد ضلوع عناصر تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي في التخطيط لزعزعة الأمن والاستقرار. الأكثر من ذلك وجود أسلحة ومتفجرات ضبطت صبيحة العملية النوعية في منازل مهجورة ومزارع نائية. رسائل هامة بعثتها الأجهزة الأمنية لمن تسول له نفسه المساس بالأمن العام، مؤكدة في السياق ذاته بقاء النخبة بكافة تشكيلاتها على أتم اليقظة وعلى أهبة الاستعداد في أي وقت من الأوقات. مداهمة ناجحة تأتي بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية والنخبة الحضرمية في ضبط خلايا إرهابية غرب المكلا قبل فترات ليست بالبعيدة، لتضرب بذلك النخبة أمثولة في مكافحة قوى الشر والإرهاب.
والحملة هذه استهدفت بعض البيوت وبعض المزارع اللي مشبوهة، وطبعا دخول البيوت بناء جاءت هذه بناء على تعليمات بأمر قضائي بتفتيش قضائي. فالحملة فكانت انطباعها حتى على المواطن في الشارع لما يشوف الأطقم ويشوف الناس ويشوف كل شيء، فيحس يعني بالاطمئنان. لقناة المكلة باسل بامعس. دشن بمدينة سيئون بدء العمل في تنفيذ 6 مشاريع في قطاع المياه بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 680 ألف يورو بتمويل مقدم من منحة الحكومة الألمانية ومنحة الحكومة البريطانية. وتشمل المشاريع تأهيل شبكات مشاريع مياه العجلانية بالقطن ومديرية ثمود وداعس والمعقل بمديرية عمد، وإنشاء خزانات لمشاريع مياه لنف بمديرية رخية، وبحيرة بمديرية شبام، والسويري بمديرية تريم. إلى العاصمة عدن، حيث اطلع رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء ركن أحمد سعيد بن بريكة على أعمال ونشاطات مؤسسة التراث اليافعية. واستمع اللواء بن بريك من رئيس المؤسسة الدكتورة ندى المحرمي على أهداف المؤسسة ونشاطها المتمثل في الحفاظ على التراث التاريخي اليافعي وجمعه وتوثيقه، وكذا الحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية وحمايتها وترميمها وإبراز ما تتعرض له من محاولات تشويه وطمس وتخريب. كما تطرق الطرفين إلى السبل الكفيلة بدعم المؤسسة لتتمكن من النهوض بمهامها المجتمعية وتوفير بعض الإمكانيات التي تمكنها من توسيع نشاطها. في عدن أيضا، سلمت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي عبر مسؤولة الإغاثة الإنسانية في الجمعية الدكتورة نجلاء السعدي اللواء العاشر الصاعقة في محافظة لحج كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية. وخلال التسليم اطلعت الدكتورة السعدي من قائد اللواء العاشر الصاعقة حسني العمري على الوضع الصحي العام في اللواء واحتياجاته في هذا الجانب والآلية المتبعة في علاج منتسبي اللواء، مؤكدة أن الجمعية تعمل جاهدة على رفض الألوية والمعسكرات بالأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية التي تمكنها من تحسين وضعها الصحي في ظل الظروف الحالية. من جانبه، عبر القائد العمري عن شكره لقيادة الجمعية الوطنية على اهتمامهم بالقطاع العسكري ومنتسبي القوات المسلحة والأمن. أقامت كتيبة حزم 5 دروع التابع للواء أول دعم وإسناد عرضا عسكريا في تدشين المرحلة التدريبية الثانية للعام الجاري في معسكر اللواء 5 بلحجة. المزيد في هذا التقرير. عرض عسكري واستعراض للكتيبة 5 دروع بوحدات رمزية من الجنود وسلاح الدبابات والعربات يأتي للتعبير عن الجهوزية القتالية العالية التي تتمتع بها الكتيبة. قائد قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية العميد محسن الوالي أكد في كلمته المضي قدما في تدريب وتأهيل القوات تحت إشراف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وهي في جهوزية عالية لمواجهة المخاطر والتحديات ودك معاقل وأوكار العناصر الإرهابية أينما وجدت، حيث تعد كتيبة حزم 5 من أول كتائب الدروع في القوات المسلحة الجنوبية ولها صولات وجولات في الدفاع عن الجنوب في أكثر من موقع. ها نحن اليوم نوصل رسالة لقوى الشر والإرهاب بإذن الله الناس ندك مع معاقلهم سواء كانوا في محافظة أبين الذي يختفون خلف قوات الأخوان المناصرة لهم، فبإذن الله أن كتيبة حزم 5 دروع من اللواء الأول دعم إسناد سوف يكون مكانها في الحدود لمقارعة قوى الشر والإرهاب سواء كان إرهاب على الجنوب أو إرهاب على قواتنا الأمنية في محافظات الجنوب. قائد كتيبة حزم 5 دروع العقيد فواز القاسمي استعرض في كلمة له المراحل التي خاضتها الكتيبة في الحماية والتأمين ابتداء من العاصمة عدن ومن ثم لحج وأبين ودورها في كسر شوكة الهجوم الإرهابي والإخواني على محافظة أبين، مؤكدا أن الكتيبة ستظل الدرع الحامي للوطن وهي رهن إشارة القيادة العسكرية والسياسية.
نشكر كل قيادة الدعم والإسناد وقيادتنا الجنوبية، نحييكم نقول لهم رحنا مستعدين على الأرض ومستعدين نواجه الأعداء في كل الجبهات. القوات المسلحة الجنوبية ستظل صمام أمان وذراع الجنوب الأولى في الدفاع عنه ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية والعناصر الإجرامية الأخرى. أتلفت القوات المشتركة في الساحل الغربي كميات كبيرة من الصواعق المتفجرة التي تم ضبطها سابقا أثناء طريقها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية، وقامت الفرق الهندسية التابعة للعمليات المشتركة بعملية تفجير وإتلاف الصواعق التي بلغت كميتها 149 صندوق تحتوي على 1,400,000 صاعقة تفجير كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية في صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات. الآن إلى أجواء الطقس وأسعار العملات في حضرموت. نشر تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. ميناء المكلا يستقبل الدفعة الثانية من المنحة السعودية. تدشين دورة فن النحت على الخشب والجبس لذوي الاحتياجات الخاصة بالمكلا. الأمن والنخبة الحضرمية يداهمان أوكار خلايا إرهابية، والحصيلة ضبط أسلحة ومتفجرات. دروع الدعم والإسناد تستعرض قواتها في المرحلة التدريبية الثانية. القوات المشتركة تتلف كميات كبيرة من الصواعق المتفجرة كانت في طريقها للحوثيين. السيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا، ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلا تي في. للقاء.